قصيرة. خر عن مدرة رشيد. لا يا مريض لا يا مريض. ولا اطلع منها الجلسة يا علي الابداع. هذه هدد صح؟ لا هذا طزيك وفي جلستك. ناخذ محتوى على اذنه. لا تحاول تمدها ها؟ يلا سيقا سيقا. يلا يلا. علي. السبب. تنظف ولا اطلع؟ ها مش انظف انا جايب الزبالة بكبرها. طيب يلا يلا. يا سد سد. محتوى. ها؟ دحين وزعوا كشاف. مو عندك هناك؟ لا خلهم دحين يوزعون عقبها. يا شباب كل واحد لوكيشنه. طيب دريده دريده يلا يا مفلح دريده ابيك 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 ملاحظات نظاره دريده تعال انا ابيك ملاحظات. طيب عنا على الهواء. يا شباب كل على جلسته. كل على حالي والكسر ما هو على رجلي عليك اللي ايه تزعل الجلسات. تكلم عن المسرح. أنا ما جيت وقطعتك يا أم علي. والله جيت والله. دي دي هاي شوف ضاجر وتسوي هذا الشيء. ما درت وين طيب؟ ما درت يا ريت. الحين؟ لا الحين فزعوا كل طيب والمبادرة؟ كذكاء منك أنا جيتك وراك كذا وقفت. هذا عان شغال فيها يوزع لك شغل هذا ورايح عان رجال بيمشي عليك بجلسات مبادرتي فيها فكره تعاونوا معي بس ابو انا شرط الكاميرات انا هذا كان انا طيب تعال تشيلها معي. لا والله العيال راح يجيبون الغاز. الله مشكلتك انت وياه. ها مشكلتك انت وياه في ذمتك يا علي. والله انهم راح يغسلوا البريق وذا. هذا البريق جيب خليتها منهم. راح يغسلونه. خليتها منهم بعد تبيه مش مكمن. طيب انت اي جلسه الحين وين بتوديها؟ فرصه بجلستي طال عمرك. ها والله ما ادري شو موضوعكم تتكلمون فيه. ما قلب انت في مقلب ريال. الله يقطعك ساكت. ها ما ادري ايش تسافي يا ولد. سمعتك يوم قلت كلمه موضوعكم والله ما ادري ايش انا ما يجي منك كلام يا اخي صدق والله. ابى نرفق انا ابغاها توصل اسمع ابغاها توصل مد الايدي. انا كان اسجل في الاستوديو وعندي ناس يا هي في ذمتي ابغى واحد يمد يده. حاولت بنواف حاولت بعبد الله ابي احد يمد يده. حاولت بعلي علي وقف نواف ثقلت عليه قلت انت بسوي تكسب المشاهد انت بسوي تكسب المشاهد. شوف شباب عدم مسلمينك عاد يا اخي لجا خطا قالوا ايش يقول ما يسوي يقول خطاك على نفسك ما انا ملزوم فيك عرفت. والله مخلد ترى جاي زعلان مخلد انا بيه بس انتهى يوم قالوا لي الشباب يشرون يشرون عجل تعرف اللي مخلد انا توقعت انه يمد يده انا ابغاها تشابك عرفت كيف؟ بغات تشابك في الايدي بس الله يسر.
تلقى العالم كذا اسمع والعالم برا وش ذا وش ذا وش ذا ليش العزبه تشيلها معي بروح ابشر بي شوفوا تصدق انا لو من مكان يعني احد سمعت زي كذا ايش بسوي؟ تدري ايش بسوي؟ اقل شيء اسويه أول شيء الشخص اللي قدامك على طول بينقص تعرف إنه تعرف إنه جب غازي لا فرمت وجهك جب غازي علي شفت يوم رجعت شفت منك رجعت أبيك شو اسمه جب الغاز حقي لا فرمت وجهك يوم رجعت أقول أنت اللي تحرش علي أنت تحرش علي بن هادي أبيك تمد يدك أبيك ترجع أبيك تسوي شيء إلا بارد بتجيب يسمعون مخلد قال مجنون باش يقول بالله بتجيب الغاز ولا أعود عليك شو يقول مخلد يقول هذا مجنون حط الغاز فوق خله هنا يا رجب لا لا هات هات معهم في الجلسه ذي اي اي هات تكفى هات جلسي جلسي انا تمنيت تدري من اللي معنا تدري من اللي تمنيت معنا نبغى زين نكرك طيب شوف دار ربع تدري من اللي تمنيت معنا خليني ولا لا معي انت ترجون هذه وهذه والله اجيبها زين تدري من اللي تمنيت معنا ايه طاهر لا جاني قبل شوي تدري ايش يقول لي؟ قال الشباب زعلانين ما يدري ايش الموضوع الشباب جو زعلانين منك وش السالفه قلت ليه قلت ليه زعلانين خلاص ما كان يدري ما يدري انا بطاهر موجود طاهر هو اللي بي وطبعا انت كنت متقبل منها اي رده حتى لو انا عادي لو مدت سويت شيء اكيد بتقبله الحمد لله انا ابغى توصل مد يدي ابغى تعرف كيف ابغى شو مخلد ترى جاء من فعل مخلد انا قلت مخلد لا وحاولت استفزه والله لا طق عليك ويتكلم جد انت مسوي نفسك اعطي ولا لا انا متفق انا وسعد بعد سعد فكرة الكل قهرني بعد فكره زوم هذا مجنون ذا لا سعد يقول مريض انت معنا يا رفا لا يا ام على ذا انا قلت لك كملها اه يا اللي ايش هذا نولع بيها يا استنافي الحين شو اصبر ايمن راح مرات من الجلسه سوالف ضحك ما لبيك يلا تعال هذه جلسه من هو فقاب اللي ما ادري شلون انت معه اسمع انا بعد لا لا تستعبط تصدق لا والله والله ما ادري وين في انا مع طاهر وطاهر وين راح اتوقع هناك في العريش طاهر لا لا مو في العريش هنجر لا في حق الشايب يلا روح خل كم على الصحن الثاني حلو القوة خلاص تعش الله يخليك الله يخليك البس قبيل ياكل من الصحن ذا لو تكلم من بدري الله ياخذك الله يوفقك فوزك فوزك من الصحن ذا فوزك اي عادي 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 اقسم بالله والله هنعمل لكن ما بعلمكم من وين ياكل تعش شوف بعدين اعلمكم الله ياخذك تعال هم مكان نواف وماجد لان جاي من الجهه الله ياخذك تعال مستحيل يكون جاهز لا بس انت مشايفين صحن مكشوف خلاص كبر مكشوف كم غطى شكله هذا وانت تحسب انه ذا شوف عيني هذاك ولا ذا الصحن الاول اول صحن تعال 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 اه تعشيت انا تعشيت علمني ليش تقول لنا ها قوم بعدين علمني قوم بعدين حركات تشويق ما ابغى اقول لكم انتم تاكلون حرج انا وسويدي عيشتنا واحد يلا تدري انا ليش برقد يا عزوز عشان الكباش لا عشان اخلي لك الجنتل او تصير اسم واحد بالله اكلم من سويدي اكلم تعش يا رجال الامور طيب والله عادي سويدين اه كيوت وياكل كلبش كلبش تعش طيب وش يعني مسوي كيوت يعني سويدين اسمع نعمه تعش تعش حتى لو انه سويدي نعمه وكل يا رجال الامور نعمه نعمه ما قلنا شيء عادي شادينها سويدين والله لو يدري انها اكل من عنده والله بنشوفها هي يتارعني بس نسوي نفسها والله اني صادق ما اضحك عليكم ادري ادري طيب جهه من جهه من جهه واحد الله يستر عليك من هو؟ الله يستر عليك تكفى بعد الاشياء عشان احب لا بعد الاشياء بعلمكم هو جاي كذا فاكيد انه في الجهه اليمين نواف هو جهه نواف جهه شو سعد الموت طيبه والله اني قدني باكل والله ثار ولا وقعت انه لو يجيني شيء بكره نشل سويدي ما يذبح والله نذبحه لا اذبح هذا خل الناس يقولوا هذا عديم انسانيه ها شو الصح الوخره شفت يوم عديم ماجد 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 اول لقعه معطيك قفاي وروح تنقفاك ما
سعود تعال عشاء. ايه هذا الصحن النظيف توهم باكين الشباب. لا في صحن جاي جديد يمكنكم ما مريتوا عليه. انتم تعرفون الصحن ذا؟ جيتوا لقيتوه جديد؟ ترى مغير بس نواف يوم جيت على الصحن ذا لقيته جديد ولا واحد؟ امر الله من سعه ولا كانوا سويدين معنا وش المشكلة؟ جديد؟ بالعكس. اقول كانت ثلاث صحون بس. لا اربع صحون. سعود ليه جايب قهوة؟ اسمع سعود ابي اطقم نار ليه؟ ابي ملابس حريقة ليه ولا لك؟ لك انت ابي مستوى انت لما تدري ليش بنام؟ ليه؟ البس جنس ضيق بيقيمني ذا يبيني اخلع على راسه ذا كذا كذا والله ما بحسن تعال انت اللي ما انت بشايف انا حد شيء عجب جنسك الضيق تقول سواق اي جنس ما ادري عنك اي جنس الازرق ولا الاسود ما عمري شفت احد الازرق ولا الاسود تلبس كيس كيس لبسته 2016 يا زاحف الازرق ولا الاسود بتعلمني انت تبغى الازرق ولا الاسود انك فريق ندعم بعضنا ما نسقط اسقاطات اتمنى منك الاحترام وتبادل الاحترام لا تخليني اسقط الحين بلبس اقل شيء اقل درجه علشان تصيرون بس ها بعد لا تلبس يعني لا تلبس لا تلبس سكيني كانك 2002 ها في شيء اسمه سكيني بقى سكين هذاك ابو خطين تقول خط يا ابو تلبس تاشير ما تعرفه ما تعرفه تمنى البس وسيع يعني انه ماركه ابل فيت يجي فيه خمسه انا اللي عندي ترى ما شريتها كذا جاهزه ترى مفصله تفصيل اولا ما تصدقني اوه انا مصدق ما ادري عن الشباب هذا هو مشكله انا اشوف اللقمه نشبتيني مشها تكفى لا يا حبيبي مشها تكفى شربت العصير اي بلع تكفى اي علشان لا خلاص ولا بكمل خلاص اخر واحد صدقتك والله ولا والله هو يحبدها هبدته اللهم لك الحمد لك انقلع شبه يوايق من عند الباب لا 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 سعود تكبر لا سعود سعود لا سعود البزة هبا سعود يا زين العيش زينة بذا شو وضعي عراك تدخل معنا في الجنترة شوف ان عندك امكانيات طلع هنا تعال ابك تمشي ها ثم تقول ها ثم تقول ها ثم برمه برمله اعمل لي برمه نبي نتفق نبي دوليبة متسابقين الثانيين ناخذ شيء جديد ناخذ هم توهم طالعين على 24 ساعة إذا شفنا شيء مكيسته شيء حق دنجة أخذه شو زنتم كرامة شراب ملون سعود تعال تعال سعود عنده أطقم جديدة ترى باقي ما بس ولد ها اللي اخترتهم كلهم بالجلسات مع الشباب ايش نبغى فيه وقت صلاة زاونا هذه الليله مختلف هذا ما قد جيت الكويت ولا مره ولا مره نواف قد جيت الكويت يتميز عدوب يتميز عدوب انا اللي بروح للكويت وعمان هذه على التمثال عمان عمان تدري متى نجي ها اقول ما هو يقول صيف. هو يقول صيف. ما قد جيتها ابي تودي منها قبل فتره انا الكويت لكن لعب فيهم النامس انت رحت ابيبي الان راح محمد جانا صاح الزيري طف خرجوه من النامس لكن اجواء تبي كرك الرجال ما يضبط ما اعرف اضبطه والله اضبطه سعد يمكن سعد يعرف انا ما شاي الشايب ما انا ما اعرف اضبطه خابره؟ لا برا موجود في عزبة سعد من وادي فاطه ترى الشهيدة ما يضبط هذا حق لا 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 ورا مساءنا هذه الليلة مختلف وصيتها اليوم من تبون اسمع طيب انت شيخ تعال هنا واحد يمينك واحد يشارك يا حبيبي انت لو منك اثنين الدنيا بخير
انا على اجراي وانتم على يمناي. اي كيف انا على اجراي؟ ترى الكتاب من فريق الدعم على بيض وجيهم. كفو ورني اياها. حط المهم اني معيف وخاطري سمح وطيب. هذه جلسة تبقى عندي من اصناف الطموح الا القناعة. ادري ان الاقوياء ما خلقا ولا لا شايف مرم. بلا امنعنا ترى ما دانيها. كبدي علي وانا هنا وتحرك. هاك كبدي لواهيب الصبر تشتويها ويها. اجمع علومك من هناك وهناك وهناك. والله لو انها تشرى لا اشتريها لا اشتريها. وعذرك انا لا هي ويا ويش اللي لهاك لا هي ومرمنت لا هي تليها. كانك مشكك في الوفاء والغلاء. هاك هاك جوال يقرا قائمها كل بيها. رقمك من الصادر ولا وارد سواك والناس في اللي لم يرد عليها. ايها يا ولد ورني تو نقرا والله. ورني وجهك. تو جاينا اول. هذا وجهك. ايه ممتاز. ايه اكو ما بعرف خبري. شوف جد الكم يا ها راش. وانت احمد جيت. اسمع اسمع. ايه طيب الحين احنا وش انا اشتميت مجموعه اصطياد. لا صيداتنا. ما انت مو صيداتنا. دندن وعكس. مش صار عندي عيال؟ صيداتنا لو تبي الاداره براس. لا لا انا طيب اسمع. لو تبي الاداره والله روح. صيداتنا دندن احجم جلسه. لو تبي على عمري صيداتنا ما تبون. تخيل سالم عمر هذا. تخيل عمر هذال. عمر هذا ما والله يا رجل عمر هذا. انتم تشوفونه ناقد؟ لا. ها؟ لا 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 نبي اسمع اسمع. خلي عمر هذا بعدين ما غير. خلنا على الجنتل معاونينه. وكوب للسارب. وش رايك الجنتل معاونينه؟ قهوه ترى الجنتل معاونينه. الجنتل اللي جو هنا ما اسخرهم. طيب هم بيجون. ايه. انا بقول عيجي تدري ايش قال؟ قال سجل. ايش بيسجل؟ ماذا تسوي؟ هو كان معنا بعد لعب ما لعب وخلص انفق قام باخذ. شو تسوي؟ ما اخذ والله ما اسوي شيء. رشيد معك؟ رشيد معنا. علم علينا ونتاوي. صدقنا ما تبغى سايق. سايق. اوه لا 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 ولا ولا الاداره هم مطبخهم. هذا الاداره هو المطبخ وسائر وكل شيء. يلا تمام. هم اليوم بعد حاطين يقولون بسم الله نبدا. اول شيء اسمع 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 سائر حلو. يوم اليوم شفتوا انت وش قال؟ حاطنا احنا مخطين. عندي عندي صيد ثاني. انا انا حد يقول احنا عجبنا نغير. احنا ترى احنا على طول نعطيها ذهاب الموت. حشوف سلطان. ها من ارحب. اسمع سلطان شخصيه نادره. شخصيه كفو. شخصيه كفو. شخصيه لجات لجات. انت بالصدق رجل. نعم انا شل. رجل وارفع لها الخفاق. غصبع. نعم غصبع خفاق. نعم بالله. جد جد اول شيء ساير ذا اللي يطلع من وجهك يطلع من الفجر ترى يوصلك الظهر هنا. هذا اول شيء. حلو يجي يطلع من البيت ثوبه ابيض. ايه؟ من الحر يجيك هنا. يجيك هنا لا جاك هنا كان كنا براد كرك زين. لا وش حبيبي من نوعي وش جايب عطر عطرين للمتسابقين بيرضينا. جايب هديه وخلوها لهم. بالله يا مان العطر زين. كلوني اطلق والله عطر الرجال اللي جانا البارحه. عطر الرجال والله كلوني اطلق. والله كلوني اطلق. تخيل البارحه زين مفجور. تدري لا يعني قهرنا انا وزتصت عشان متاخرين. ايه؟ معطيهم العطر عطر شباب. لا وفزنا. تدري شو قصده في العطر؟ جايبه علشان برضي الفريق ان امس وما ادري وش هو. لا ولا درى احد عنه. بيعدل الصوره. بيعدل الصوره يعني طلع الخطا منهم. هو ثوب اصفر من السنه. يا حبيبي تدري انه هو ما يروح الخياط. ما يروح الخياط. ما يروح محل خياط. يروح ايش؟ محل خيام. ايوه خيمه جاهزه. طب طب يلبس. تدرون اذا شتوا يمكن السحاب على طول يطيح من قد يصير ذره. والله سبعه كلنا ان شاء الله. ذاك يوم نسوي مقابله يبي يطلع القلم طلع من القاط. اي ما ايش تقول بسرعه؟ اسلم ايمن يدافع البلوي. نبي قطه سريعه والله العظيم. كحلان مصغر. ها اسلم لو سمحت اجيب كحلان كذبي. اوكي
كان نسخه كذابه. كلام جريشيك اسلم. والله انا والله انا هو المفروض يقولون تشبه ايمن. من؟ اي هو كحيلان كحايا. لا يا مدرنا هذا هنا يجينا بغرف لانه بيحتك معه يعني بشكل ثنائي مع ايمن. ثنائي؟ انا شفته. لا يا عرفته. هو بيصير فريق ايمن وايسر. لا يا جماعه ما قلنا صيدات ما ترجعوا على اخوينا. لا غلط. لا عادي. انت اللي فعله. عادي ندور عليك. هذا زي ما ايه هذا كشت ما مع خيمه تلحب بذنه. لا يضرب بذنه. ما كشت كشت ما يدري وين اقبله فيه. شفت بذنه اليمنى. رصك على اذنك. طيب انت تشوف الراس ايمن وش كنا؟ لا لا فيه. لا لا والله فيه. راسك مو طبيعي. انت كنت مولود تكسر قدام الخطوه. والله انه يقول كانك سابق شوي يعني. يعني انت ما انت مولود شهر تاسع. اوكي اوكي. بدري. لا اسمع اسمع. صح صح العصا معها يمكن يلا خلاص. ارحبوا رجال. يلا حيا. مرحبا مسهلا. مرحبا مرحبا. ساعة طويلة يا شيخ. يلا مجرم جيمز. انت 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 بتطلي. مرحبا. ساعة طويلة ناقصة فاس يصير من الفايكنج. ناقصك عمود غادي مطقة. تعال تعال معنا معنا. تعال هناك كارك من غايب الشيطان. تعال والله حبيبي. تعال عندي كتاب ابيك تقرا. تعال كتاب تعال عندي كتاب. خلص ولا شخط لنا كاس ثاني. والله العظيم انك معي يا سعد. سعد ابيك شاي. سعودي ترى احنا حاطين اسمك معنا وكيف رحت هناك؟ هذول يقول انت عندنا وذاك يقول انت معنا وذاك يقول انت معنا انت مرت عليهم الجزائر المفروض تسجد شكر لله حب الجماعه. انت ايش رايك؟ انت ايش رايك؟ هناك نفسيات ساعه رايي. احنا ضحك عندنا رايي اني امركم كلكم قل لا اله الا الله مره بس واللي اسمعني واللي واللي ها واللي داري مغلا مش المحتوى حقنا ها واللي وشو؟ مش المحتوى من هو المحتوى؟ اسلم اوه هذه بالشرح ابو محمد قول له يلا تدري شو المقصد؟ احنا جسدنا نبيك تضحك نبيك تستانس نبي يا حبيبي نبي طقطقتك اللي تطقطق عليها وتسولف معنا تلبس سوالف ضحكة نبي الغرفة يوم تقول والله مالي قدر مالي قدر يا ابو محمد لو مالي قدر ما جيت كان وقفت فوق راسك وانت وانا بيني وبينك ست سنين وقفت فوق راسك سعد صدق سعد طلع شخصيتك اللي في الغرفة اي والله هي سجل هي معناها كل شيء له مجال خلص هذه جلستها حق الضحك نضع الموضوع بالكرك هذه محمد جلستها حق الضحك ما يحقق اي مشروع عشان تكون الصوره الامور طيبه الامور طيبه هنا خير لا ابو محمد قول له الله احنا نبي نبين نبي نبين شخصيه سعد انه وقت الضحك ضحك وقت الشعر شعر وقت الجد جد وقت النفسيه نفسيه ها وقت النفسيه والله ما انت نفسيه وقت اقول وقت النفسيه نفسيه ما انت لا كل قصده يعني قصده صراع مع النفس صراع مع النفس عطى عطى دف ترى والله احنا خايفين خايف يحطين سوي فيني الحين مسحب دم 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 لا نوقف يعني سعد الطويل شنو ما مليت تون العود والله يا مجارير الربابة اختلف معنى القصيد وضيع الفنان فنه علم مدري علم مدري نوض برق في سحابه أثرها طلت جبينه يوم زاح الليل عنه أقل أقلت مثل الفرس لا سمعت طبول الحرابة مكتبي ليل أسود والنجوم يا وجودي وجد عود لا عيال ولا قرابة ما جداه إلا يونو يرد في الونه بونه علق فزعت رفيق ولا دعات مستجابة كل ما مساله بضح خيبت الأيام ظنه تكفى تعال رجع ترى لي يا ناديك إيك إيك أرجع كثر البطايا زين بس لا تصدق واجد ضيع غراتك سلمت لك قلبي وهو بين يديك سوى الذي يعجبك وعندي وصوتك لا 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 لا
تعال ارجع ثاني لدي. لا 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 يا لا 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 يا لا لا لا. تكفى تعال ارجع ترى كثر البطا يا زين ضايع غواتك سلمت لك قلبي وبين اياديك سوى الذي يعجبك عندي وصوتك. ابو سعد انت واد اللحن ذا انا اضعف عنده والله العظيم والله العظيم يا اللحن ذا لحن الشلف ذي خاصه عن جميع اني اضعف عند اللحن ذا اذا غنيته لحن يحرك فيك شيء هذا كان فيه ضمن كلمات سلمان يوم يقولها الشعر لا هبة ولكن هيبته من هيبتي إيه ما جاب وجهي مرانا اللي جبت وجهه يا علي يا صاحبي والشعر من فكري ومن تركيبتي إيه من عصر ذهني يرجف والابداع حتى يمتلي ارحب ملايين يا ابو هتا إيه حتى ولو جادت عليك شكلها شافنا احنا على جو وجاه بس لا يا هبتي لأن شعر من آدمي ما هو كتاب منزلي علي أشهد الله ما يوصف غلاك شعور يا سلام تعدى غلاه شعور لدراك الإنساني يقولون لا بد الزمن بالغرام يدور وأنا مستحيل أحب شيء هادي مره شيء هادي احترم الدرس الكبير مره تعطينا ها والله لو تلف الدو اسمع انا جاي نعطيك ولا نعطينا علي عند علي 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 غري تكفى يا علي كسرني بعدك واعترف ماني بقد فرقنا يا سلام عشرة سنين عقفه ايوه يعدونك اشتقت لك تحت المطر حنيت لك غصب عليك كذا تجيب الراس ابو ويز انت صوت الرعد كانوا ينادونك كسرني بعدك واعترف ماني بقد فرقنا عندك سنين واقفه عيوني يعدونك اشتقت لك تحت المطر حنيت لك غصب علي قلبي ما صوت الرعد عيوني يعدونك يا سلام يا سلام يقولي من بعد الوقت وهذا طبع الأيام عذبات الأيام ما
تمدي لياليها وما تمدي لياليها حلوة الليالي تورى مثل الأحلامي مخطورة عني عجل وقت يخفيها الوقت يخفيها إذا صفى لك زمانك علي ضامي اشرب قبل لا يحوس الطين صافيها الوقت لو زال لك يا صاح ما دامي يا سيور الأيام تجنح بك خطاويها ومن بعدي الوقت وهذا طبع الأيامي عد بات الأيام ما تمدي لياليها تمدي لياليها أسريم على الهاجس اللي ما بعد نامي زيني غنيت قبلك وصور الماضي نفسي وسليها أخالف العمر أخالف العمر راجع راجع سالف عوامي ونوخ ركاب فكري عند داعيها من بادي الوقت وهذا طبع الأيامي عذبات الأيام ما تمديني آليها ما تمديني آليها يا سلام الله صح الله لشانك صح الله لشانك صح الله لشانكم صح الله لشانكم أبي تعذرين إحساسي ولو قصرت يا الربع في شله يا الربع كان حافظ النبياتها والحين ما عاد يحافظ منها الا بيت طربي ارحب يا سلطان ابن ها ما في عنايه ما في اي شيء ما في زي اللي نشوفه الان الحين تدخل المستشفى تجلس لها شهر حاله ولا فحوصات وما ادري ايش وشيء زي كذا فكانت اول ايش اسال اقول كيف تولدون تقول خلاص الحرمه اذا عرفت عندها ولاده تروح وهي اللي مثلاً جدة الله يطول عمرها يعني ولدت نا يعني من عيال عمي أعمارهم الآن بالستين بالستين جدة عمرها ما شاء الله فوق المية الله يطول عمرها الله يطول عمرها في يوم أسأل أقول الله يطول عمرها كيف 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 كانت الولادة يعني يعني اللي عارف الآن أنه لازم تروح مستشفى ما في ولادة كيف تقطع السر كيف الأشياء أشياء أشياء يعني سابقة كيف فما شاء الله عليها تعرف الأشياء يعني أنا أخوي عبد الله آخر العنقود هي اللي ولدته عمرها 25 تقريباً 26 هي آخر ولادة ولادت عبد الله يعني ولدت يمكن فوق 15 أو 16 واحد وهي اللي كانت أول أيام البدو يوم ما كان عندهم الأشياء بدو بدو تخيل سولف تقول إنه نروح في البل نسرح في البهم ونجيب الحطب يوم تخيل السواليف هذه يقول كيف يصير تذكر الافلام البدويه لما تشوف الافلام إيه يوم تشوف الافلام البدويه وزي كذا كيف يصير طيب اذا تعب واحد كيف يعالجونه طبعا كان عندهم العلاج الكي ايوه علاج شعبي علاج شعبي او يعني في عشب او ايوه او الاعشاب يعني مثلا اللي يشتكي من بطنه خلاص في علاج اللي هو البابونج البابونج موجود اي البابونج فعندهم خلطات جدتي الان الله يطول عمره اللي من امي جدتي من امي عندها علاج مو علاج للعقم لا علاج يساعد المرأة العقيم يعني ما شاء الله تبارك الله كانوا يستخدمونه زمان يعني بعد الله سبحانه إيه هي اللي تعرف الخلطة أمها قيلت لها و يعني ماخذتها أيوة ماخذتها وراثة فكانت تعالج المرأة اللي ما تولد إلى وقتك هذا ناس يجونها من بعيد وناس يجونها من برا تعالج العقم بعد الله بعد الله سبحانه أكيد المرأة اللي عندها بس أنها في حالات معينة مو كل الحالات لا مثلا المرأة عندها مشكلة في الفلانية مشكلة فلانية خلاص تروح لجدتي تعطيها خلطة طبعا تحتسب الأجر عند الله ما تاخذ ريال واحد ما
كم واحدة ولدت بعد الله سبحانه على يد جدتي وسموها لطيفة على اسم جدتي. الله. يعني إذا جتها بنت سمي على ذا. يعني في ناس حريم على 15 سنة على 10 سنوات يجونها ناس من برا وتحتسب الأجر، يعني ما تأخذ منه ولا ريال. وعلمت الآن عمتي الطريقة على أساس إيش إنها بعد تتوارث الشيء هذا. فأقول لك يوم تتخيل أنت أول، يعني أنا أتوقع الأول يجيه إغماء أخذوه ودفنه ما يدرون إنها غيبوبة. إيه. ولا إنها جته يعني. هذه الأمور تحصل. ما يدرون. والله ما ندري يمكن في عندهم. ذا جاء ودفنه يلا راح. في عندهم. ما فكيف عندهم. تتفكر شوف أول كيف المرأة أول تول أمي الله طول عمرها، يعني أنا لحقت على الشيء هذا. والله العظيم إنها وهي حامل في إخواني اللي أصغر مني أقسم بالله إن أبوي ما كان يعني الطبخ كنا نطبخ جوا البيت الذبايح والأشياء هذه كانت هي الله يطول عمرها هي اللي تطبخ وهي حامل. والآن من توصل الشهر الخامس الرابع من أول شهر الخامس أول شهر الحين من أول شهر تلقى لين ما تولد ها يعرفون كل شيء. هي أقول لك ما تفكر تقول زي كذا ولا أخوي عبد الله يعني أنا أذكر لحظات طبعًا بعد ما ولدتها جدتي الله يطول عمرها وعمار أمهاتنا يا رب بعد ما ولدتها ودنا على طول المستشفى فأقولك كانت إيش تأخذ النساء على جنب تقول نأخذهم ورا شجرة تولد تقص ذا يلا خذي ورعت سوهم شيء ما في تحاليل ما في فصيلة مدري مين بصمة الطفل هذا ولد فلان خلاص تأخذ وترضع يلا ما في تطعيمات ولا أي شيء. الشيء الأدهى يمكن تلاحظون أنتم الآن نادر نسمع بالشيء هذا أخوك من الرضاع. إيه زمان تلك. أول المرأة اللي ما تقدر ترضع. المرأة كده تكون تروح تروح لا تكون بعيد واللي غريبة ترضع طفل. تأخذ مثلاً حتى لو ما تقرب أم طاهر مثلاً أو أم عبد الله وأمي مثلاً عندها طفل وهي فيها حليب زي كذا تأخذ أم عبد الله ذا الولد خلاص يصير أخوك من الرضاع. ترضع حياة عايشين الله يطول بعمر والدينا يا رب اللهم امين وارحم المين ويرحم من مات منهم يا رب الحمد لله على النعمه اللي احنا فيها والله نحن في نعمه احنا في نعمه الشكر واللي عنده والدين هذه اكبر نعمه أيوة والله اشكروا انا امس ما بكيت الا على سعود والله يشكر النعمه هذه اللي انتم عليها والله بتطردوها كلامها يوم كلمته انا اكلم قالت له سعود يا سعود قال لبيه وصد كذا تعرف اللي مت انا كذا ابكي بكاء الواحد الحين يشكر هذه النعمه الواحد يدخل البيت يحصل له والله با تفتقدوها الام ترى الواحد حتى الام وحتى الاب عمود من عمود البيت مات الوالد انكسر العمود مات الوالده انطفى نور البيت انطفت بركه البيت في نقطة مسكرها واحد والله ما أدري من اللي يقول إذا جيت للبيت أسأل عن أمي كلنا نوافق على الرأي إذا جيت في البيت أسأل عن أمي وأنا ما أبغى منها شيء يعني أنا إلى اليوم إذا طبيعي وهذه أنا قاعد أفكر فيها قلت والله جد إذا دخلت على البيت أسأل إخواني إخواتي أمي وين وأنا ما أبغى شيء يعني شيء غرض ولا حاجة بس خلاص صارت مربوطة في لساني أمي وين أمي وين أنا إلى اليوم حتى لو إني أعرف مكانها وين طيب الله أنا إلى اليوم إذا دخل اسمعني أنا اليوم إذا دخلت المسجد على طول أشوف على مكان الوالد خلاص صرت متعود أبوك إيه لأنه توفي يمكن قبل 11 شهر لا حتى أنا وكل أنا كنت أدرس بعد ما مات أنا كنت أداوم في صلاة الجامعة خلاص في يوم الخميس أجازة على طول أفكر أروح حتى إني وصلت مرة ودخلت الغرفة عشان أطمن عليه لما دخلت الغرفة تذكرت ان الرجال مش موجود الله انه خلاص الواحد يحافظ الساعة يا حمد الله عليها حتى لو كانت دقيقة الدقيقة اللي تجلسها مع والدك الكثير يفتقد هذه النعمة اذا حافظ بروا بوالديكم وانا عارف ان كلكم بارين الله صدقوا عن والديكم حتى لو كانوا احياء لأنهم محتاجين هذه الصدقة ونحن الحين أنا الحين انتظرت دعوات الوالدة يا الله حتى إني سويت أشياء ما أريد أذكرها لكن إلى الآن أنا ما راضي عن نفسي
اني ابر فيها زياده. ظل مقصر. سويت ما سويت 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 ما توفي حقه. لا هي ولا والدك. والله لذا اغتنموا فرصتكم واللي معه والد او والده خلي اغلب الوقت معه. سولف اسال عن ايام زمان، اسال عن كذا، يعطونك معلومات انت ما تعرفها تجهلها. حتى لو كانوا يضربونك كانوا قاسين عليك، تاكد كل التاكيد ما بيضربونك الا عشان مصلحتك. لا في ناس الحين الجوالات اخذتهم عن اهاليهم، عن امهاتهم، عن اباهم. اي والله حتى هم في وسط بيوتهم عند اهلهم والله ان الجوالات اخذتهم. انا نفس الكلام. جيت امس شعور امي والله يريد اني فاقدها 30 يوم او اكثر من 30 يوم، يمكن 60 يوم تقريبا ما جيت الديره، وجايه من الديره امس. هي جايه عشانك؟ امس جايه عشاني والله، جايه 300 كيلو عشاني هنا. وانصدم انا امس يوم ناداني صدق قلبي قام يدق. ما توقعت ومنصدم، ما توقعت قلبي قام يدق. حتى طلبت من الغلا قلت ابي مويه، قلبي قام يدق في شيء، احساس، في احساس جديد صاير بس وش هو ما ادري. الا فاجأني البارح انصدمت صدمه قويه، وانا كنت على المسرح القصيده حتى لخبطت في القصيده لخبطه، ما انت ادري شو الوضع. بس والله يوم شفته رجيل بعدها يوم نسيت الهم كامل، نسيت الحزن، نسيت كل شيء، كل شيء نسيت. يا اخي ترى الام سعاده، والله سعاده سعاده سعاده. انا تدري وش اكثر شيء قهرني امس؟ ان امي جت الرياض يوم الاثنين. ايش دراك؟ انا راح الاداره مكلمهم في يوم 24، قالوا لي احنا بنجي يوم الاثنين عندها مراجعه في المستشفى. فكلمت الاداره يوم الاثنين المغرب واخذت جوالي عشان تجي هي، وانا ما دريت والله عن بودره الام، عشان امي تجي اذا راجعت من المستشفى تمرني ولا اطلع لها. وناخذ المصادر المغرب الجوال من الاداره. اتواصل شوي شوي هاي الموضوعات. تدق علي قالت انا داخلين الديره. راجعوا بس اخذوا تحليل على طول دينور الدير 600 كيلو. متى يوم الاثنين؟ يوم الاثنين امس والثلوث امس الثلاثاء لين هم جايبين مبادرات لهم ما اعلنوا عنها. اوه يتحوزوا الخاطر. اول موعد صار يوم الاثنين. لو قايلين لهم إيه؟ قبل جلست اي لو قايلين لها قبل يوم الاثنين، يوم اقل شيء يوم الاحد ولا يوم الاثنين بدري، هم راجعين يوم الاثنين العصر تقريبا. صدق جلستي بارده يمديها جماعه الاثنين يوم الام مراجعه الام والثلوث. شوف يلا خير اخر واحد دقت له هذا توقعت انا في شيء تغلط عليك انه يوم جو امهات لا توقعت لا ما توقعت بس عاد كنت متوقع انك تدق. امس تذكرت مشاري يوم طلع قال كلمه عن الام، مشاري حق جمعيه روم ابو حماد قال كلمه قال للام قال يا ليتها ما راحت وخلتنا او فرشت لي فل قبر وياه. اي والله بيت يهز العظام. شوف ابو عبد العزيز يوم تكلم عن النظام من اول كيف كان في موقفين صارت عندنا. انت بس الكل اللي موقف جدتي خلينا نقول في يوم زواجها تقول سال حب الغنم تقول ما دريت انه في زواج، يقول لا النسوان والعرب اللي حولها ينادوني تعالي تعالي في حامل لا باقي ما تزوجت. من هذي؟ جدتي. في يوم زواجها سال حب الغنم ما تدري عن الموضوع، يقول يوم شوي لا العرب ينادونها تعالي تعالي، تقول اجيهم وش فيه؟ قال يلا اليوم زواج. نفس اليوم ما عندها خبر من اول، ما في تجهيز قبل ما في تجهيز احد، يقول يلا تعالي يلا البسي اي ثوب اربع خمس شهور البسي اي ثوب. تقول في نفس اليوم مناديني وانا سارحه بالغنم قالت تعالي اليوم زواجي، تقول تنقش واتلبس ما ادري عن شيء. صغيره تقال صغيره زوجتي صغير. عاد السالفه الثانيه صارت العمي يوم تقول يمرضون خلاص اي واحد يمرض واغمى عليه مات بتفنوه. عمي طاح من مكان مرتفع خلاص وضرب راسه زي حديده كذا خلاص واغمى عليه يمكن اربع ساعات خمس ساعات شافه قال خلاص هذا ميت. ما كان فيه دكاتره، اقرب مستشفى يبعد 100 كيلو، سيارات ما فيه، خط بر ما فيه، خطوط ما في شيء. يعني على لبل انتم ما في مستشفى يا حبيبي زمان؟ لا احنا عندنا بس سيارات نادر على العلا. متى زمان ولا كم قبل كم؟ يمكن قبل 50 40 45. كان في مستشفى؟ في مستشفى بس اقرب مستشفى يبعد عنا 100 كيلو. ايش سووا فيه بعدين؟ بعطيك العلم. فرقوا لا لا طيب ما خل جلس المحتوى. اسلم فرقوا قبره خلاص ان الرجال خلاص متوفي ويجيهم واحد. ايش؟ جاهم واحد متعلم ويعني يعرف
يمسك يشوف النبض. وين في نبض؟ قال رجال حي ما هم ميت، وهم قد حفروا قبره. ما ادري كيف دوروا لهم سياره وشلوه ودوه المستشفى 4 ساعات 5 ساعات عشان يوصلوا المستشفى 100 كيلو. شوف الحين ما شاء الله تبارك الله منصب ومكانه، وهو قد حفروا قبره خلاص منتهي الرجال، منتهي متوفي. راح ناس كثير زي كذا، يقول والله انهم حافرين القبر وتعلمهم بهاي اليوم. انا بخبركم قبل 45 انا بخبركم بسالفه واحد عندنا قريب، بس احنا قريه خلاص اقرب مستشفى 100 كيلو. انا بخبركم ما كان في خط، ما كان في سيارات، ما كان في شيء. بس دقيقه، انا على طاري الكلام هذا يوم تقول انت معقوله كثير، جدتي تسولف لي تقول اخوانها اللي ماتوا كلهم من الحصبه وقدام عينها. صح، الحصبه كانت تذبح قبل. تقول ناخذهم ونبعدهم ونشغل لهم الظاهر النار عشان الذبان اتوقع ما يجي شيء زي كذا، يبعدونهم خلاص بالحال ولا حد يقربهم. بس جدتي الله يطول عمره تقول ما خليتهم لانه معدي المرض، تاخذهم على جنب ياخذون خلاص عزل، ولا ابن امه يجي حصبه. اخوانها الثلاثه اللي ماتوا كلهم من الحصبه. نفس العزل صار في كورونا، نفس عزل في كورونا. لا الحين يوم مرض الطاعون، يوم مرض الطاعون انتشر قبل على ورد الصحابه، كان في زمن عمر بن الخطاب انتشر مرض الطاعون في زمن عثمان. صح، انت زمن عمر الخطاب انتشر مرض الطاعون. كيف كانوا يتعالجون؟ كان يقول عمر قال لهم تفرقوا في الجبال، خاف انهم يجتمعون ولا يطلعون ولا يجيهم ولا يطلعون. قال تفرقوا، لو اجتمعوا انتشر المرض بينهم، قال تفرقوا، فاللي راح للجبل واللي راح هنا واللي راح هذا في زمن عمر. فتستنتج من هذه استنتاجات واجب. وش قصه كطاهر؟ قصه في واحد من عندنا اعتقد كان مريض، ايوه كان مريض، وكان في سخونه ايه زمان، ونام نام في الليل، قام الصباح لا الرجال ما قام. علامه ما قام، ما قام منه، شلوه المستشفى. المستشفى قالوا الرجال ميت. قالوا الرجال ميت، ودوه المستشفى. غسلوه، ولما هم بيشيلوه على المسجد قام الرجال. والله العظيم قصه صحيحه صار عندنا. أما الرجال طلع الرجال حي. أوه. إيه، لأننا في يمكن ما عندهم معلومات أو ما شخصوا زين. لكن أنا سمعت بعد القصة. لا ترى من أول كان. مشيلك من عندي. ها؟ أبغى مشيلك من عندي. لا صدق. لا والله. حتى إحنا صار عندنا نفس القصة. والله القصة صحيحة والله. همزح معك. والله. أنا ولد عم أبوي تو قريب بعد ما هي. دخلوا ثلاجه الموتى وسبحان الله حي. لا مشي عليك. والله العظيم مرتين ورب البيت. مشي عليك. والله العظيم والله. ايش فيك انت كذا كانك مايك. مايك. يا هلا وسهلا. مرحبا. راسك. قسما بالله يا طاهر. اقسم بجلاله ولا يهون الربع. ورب البيت انهم مدخلينه ثلاجه الموتى. وحياه هو في ثلاجه الموتى. قريب ولا بعيد؟ لا يمكن قلنا ميكس، ما قلنا سوالف حش. نفس الكلام. ما تمشي. صدق انا اعرف شخص، انا اعرف شخص صل دخل هذا من يد سعد الطويل ويبلغكم السلام. احسن من اللي حاطينه هنا علم وهم مدينه قام. هذا من يد سعد. طيب التربيط اللي صاير يا طاهر. الله يجعلها يد ما تنكسر يا سعد الطويل. رباح انا اعرف لك شخص. هذا من يد سعد الطويل يبلغكم السلام. يد ما تنكسر. بعلمكم سالفه يا الربع. انا اعرف شخص سووا له عزاء. لا ترى كذا تعدينا شوي المرحله. يعني هذا في الثلاجه انت في عزاء شويه وبنجي. اعرف شخص طلع من القبر. لا ما طلع من القبر. لا شيء ما دخل القبر. الرجال جاء خبر انه متوفي. سووا له عزاء اليوم الاول، اليوم الثاني، اليوم الثالث. لو داخلين عليهم قال سلامات. قال احنا في عزاء اليوم الثالث ذبحين ذبايح وحاطين غدا وحاطين عشاء والعالم معزين واحسن الله عزاكم وعظم الله اجركم. ما دروا انه رجع لهم حي. هذا استنتاج. حاولوا تصدقوا. اخذ ردع. اولا انا بخبركم سالفه. تمشي اول شيء ولا ما بخبركم سالفه؟ تمشي ذي ولا ما بخبركم سالفه؟ هذا تمشي. اسلم. تمشي. انا بخبركم سالفه. ما خواتك. انا بخبركم سالفه. انا رجال بحر واصطاد واعرف البحر واعرف هذا اللي تدري اني انا اغسل موتى؟ اسمع كلنا غسلنا موتى. اتغسلت؟ اتغسلت. اسمع ابى احاول اصدق. اسمع اقسم بالله. اسمع يا رجال.
تغسل جنازة يا رجال. غسل تم علمك يا ولد. غسل ما بربط سالفة. أنا كنت مرة رايح البحر، كنت ناوي على صيد، ناوي بالقوة، قلت بطلع اليوم بروح البحر وحدي، لا بشيل معي لا صاحبي لا أخوي. جاني طمع، تعرف الطمع بالفلوس، طلعت وحدي يا برباح، وحدي ما أحد معي في عرض البحر هالعرب. أكمل لك السالفة. أنا رايح وقفت يمكن في نص البحر، يمكن عمق 600-700 متر. في سفينة ولا في سفينة 700 متر، لبست النظارة طال عمرك، طارت الغوص ولبست الزعانف حورية، قلت بسم الله زعانف لا حورية غير وزعانف خير. لبست الزعانف يا ابو رباح وابو بندر وطيف الله ومهل، قلت بنزل واحد وقل ما يهنون، لا تتفلسف على راسي. لا لا ما تقول يا ابو رباح ما يهنون الربع. اسمع لا تقاطعني لا تطلعك من هذا. لا بس علمك. اسمع لا تشخصنها معايا، شخصنها ابشر ابشر كانك عادل ليف. اسمع قلت بنزل، نزلت البحر، تعرف ايش اللي حصلت تحت؟ والله لا يبارك يا ابو رباح. وش يمكن انا يمكن 20 دقيقه وانا في البحر تحت، 20 دقيقه بدون اكسجين. بدون اكسجين ما شاء الله. نزلت تحت حصلت قنب. عنب؟ قنم 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 ايه تسبع ايه قنم. حصلت مدينه داخل. لا ما تقول بربح خلني اكمل القصه. خلني اكمل القصه بربح ما خواتها. خلني كنا جنازه مشينا خلني اكمل القصه. ما خواتها اسمع حياتي. يلا كمل. يمكن نجسم بس هذه مكس يعني ولا هذه يسمون. يلا اوكي خلص. اسمع اسلم. نزلت حصلت مدينه جديده، حصلت قنم وراعي. عاد هذه ما حصلت قنا يا اخي. اسمع السالفه كامله. يلا حصلت قنا قال تفضل عندنا عشاء. كلموني عادي في البحر. اي كلموني تعال. قال لي عشاء تعال نضيفك. قلت لهم طيب. اكلنا نص طلي. اسمعني والله ما اكلنا نص اكلنا نص طلي. ما خلص. بعدين قلت انا الوقت يعني انا دخلت الساعه 3:30 الظهر، قدها الساعة يمكن 3:30 أنا عند الرجال، قلت أنا بطلع. طلعت قلت أنا بروح ألبس النظارة ورحت ألبس النظارة ورحت وأنا رايح إلا أشوف هذا. تعرف إيش شفت؟ شفت هذا الجمال اللي دخلها أمس إبداح نفسها بسم الله ما شاء الله. في البحر تحت تمشي تصير ترى في البحر تحت. يوه جمال بحرية هذا. هجم غنم بحري وجمال بحري. غنم بحري وجمال بحري. انا لازم انتوا افهموا. ما فهمت انا ايوه وانا رايح وانا اشرب من هذا من حليب البل. يوه حليب الجمل. حليب البل. حليب البل. اسمع اشرب منه ومن هناك وانا اروح زادني قوه. انا يمكن الحين غادي لي يمكن ساعه ونص حليب جمال بحري. ساعه ونص وانا في البحر. ساعه ونص بدون اكسجين. بدون ايش بدون خيا. يمكن ربي اعطاني خياشيم في هذاك الوقت. قلبت سمك. ايه قلبت سمك. وانا رايح طلعت من هناك يا ابو رباح ونفسي فل. بعدين رجعت بطني شوي من الحليب. سبحان وانا رايح الى حصل صاحبي. وش بك تحت البحر؟ تحت. وش فيك؟ قال لي انا نفس سالفتك، انا جيت هنا ودخلت عند راعي القنم، بعدين دخلت عند راعي البل، والحين حصلتني انا. صدفه. قلت انت وين موقف الغارب؟ يعني غارب الصيد وين موقف؟ غارب؟ ايه نحن نقول غارب. غارب الصيد. غارب الصيد. غارب قصدي. ايه ومن هناك روح. الا حصل لي اسد. اسد في البحر كيف جاء معك؟ اسد بحري. بعد هذه اسد بحري. اسد بحري. اسد بحري. هذه حديقة حيوانات. اسد بحري ولا اسد بري؟ اسد بحري. اسد بحري. حصلت لي اسد بحري. حد شوي طالع. اسمعني ومن هناك هربت. انا هربت شوي كذا. هربت على رجليك؟ هرب. لا لا وانا اسبح وانا اروح. وين هنا احصل واحد اثنين ثلاثه الا بعد يمكن دقيقه وانا اقوم من النوم طلع حلو.
والله والله اني مشيت لك اول، مشيت لك اسد بحر، مشيت لك ذا. انا قلت لك اسمع السالفه الاخير طاهر، سالفه حلوه ترى هناك في جلسه فاضيه ما فيها احد هناك، في جلسه عبد الله تفين فيها السواليف الطويله، عطى السواليف الطويله وسامح والكذب والكذب وكذا. لا لا هذه سالفه اسد في وسط بحر، اسمع جبل في وسط بحر، حل حلم حلم هذا ما يفهم مستر، ما يفهم ما تفهم انت، ما تفهم حلم 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 تخيل نفسك نخلة، حلم تخيل انك حاكم العالم، نفسك حاكم العالم، حلم 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 ما يفهم، نحاول نصدق شوي حلم. خذ كم 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 عطني سالفة شاعر وهذه يا العم اثنين ما تفهم نفسك لا لا ما له داعي يلا اسمع ويا العم اثنين، واحد اسمه ناصر واحد اسمه حمد. صدق ولا ما يمدي امك من مشيتكم اخوك وقت دخلت الصلاة، مو منك من الوردة اللي معك رومانسي ومنسي. آه أنا أعرف ليه ماسك وردة عشان الإنارة هذه تغذي الورد، تشبه ريحة ماجد. ماجد بحد إيه تشبه ريحة ماجد، ماجد يغذي بطيه ماجد. يلا يسعد يع يع وردي ماجد رح أدن أنا بطري، ها رح أدن أنا بطري عليه أزعجنا ذا، شاء الله وشاء الحلاوة شال الابداع هذا اقل لبس عندي التفرج ولا لو لبست شيء ثاني يعني ترى فخم فخامه سبحان الله. هاي باي هاي باي مشيتك يا جنتل يا اخي. لا مشيه لا شعر حبتين انت تشوف شعره كيف شعره باقي ثلاث ايام يطيح كله لو يتروش بقوه راح شعره تشتعر. الشوز وش لابس الشوز؟ شوز قديم لابس فيه حدايد كثير، انا مدري اخترت لو اني داري عن ملابسه ما اخترت. هي ملابسه هي مو بله لا اما حقتكم تدب علي وصف مين بحقتي حقت من بالله واحد من الشباب لقاه في الدرج خط يعني حتى اختيار ما عرف يختار هو مره مره الله يهديه غثيث. انا والله استنى كفو والله ندمت اني اخترت احنا ليش ما شفنا بس ما في يعني افضل مني.